بالتوازي مع اجتماعات الخمس زائد خمسة في جنيف، وكذا إعلان المبعوث الأممي غسان سلامة التوصل إلى تفاهمات إلى عدد من البنود لتحويل الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار، لا تزال أو لا يزال الجدل هناك أي بمجلس الأمن قائما حول إصدار قرار أممي لاعتماد مخرجات برلين بعد إبداء دول من بينها روسيا اعتراضها على بعض نصوص القرار، ظلت محل خلاف بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع هذا التقرير ومن ثم نستهل الحوار. كاسرا حاجز الصمت إزاء المشروع البريطاني المرتكز على الجوانب العملية لمخرجات برلين لحل الأزمة الليبية، الدب الروسي وقبيل انقضاء 24 ساعة على التصويت على المشروع يعلن اعتراضه عليه بحجة رفض روسيا لورود عبارة مرتزقة بالنص ما أعاق إمكانية التصويت عليه وفق دبلوماسيين. إشكاليات طرحتها بعض الفقرات حول مشروع القرار، يقول السفير الروسي ودون الخوض كثيرا في الأمر عقب جلسة عقدت على عجل دعت إليها روسيا. وبحسب وكالات فإن صعوبات المباحثات التي تواجهها المملكة المتحدة مع روسيا والولايات المتحدة منذ أسبوعين تدور حول عبارة مرتزقة، ففي الوقت الذي أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على تضمين النص عبارة قلق المجلس إزاء انخراط متزايد لمرتزقة الفاغنر الروسية، طالبت روسيا تعديلها واستبدالها بمقاتلين إرهابيين أجانب. من جانبها قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس التي تقود بلادها عملية صياغة مشروع القرار، سنسخر كل طاقاتنا في إقناع أولئك الخارجين عن الصف ليوافقوا على صيغة جيدة تأخذ بالحسبان وجهات نظر جميع أعضاء مجلس الأمن دون أن نترك انطباعاً بأن كل الملاحظات مشروعه على قدم المساواة، مؤكدة أن عبارة مرتزقة قد وردت عدد المرات في بيانات المجلس المتعلقة بليبيا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحدث. إذن في جزئها السياسي معي هنا في الأستوديو السيد فتحي أبو زخار الباحث الحقوقي بالمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية وكذلك المستقبلية عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة طرابلس، السيد محمد بارا الخبير القانوني بالتأكيد عبر الأقمار الاصطناعية كذا من مدينة مصراتة الكاتب والمحلل السياسي السيد علي أبو زيد، و عبر الهاتف عضو المجلس الأعلى للدولة سيد نعيم الحامي على أن يلتحق بنا ضيوف آخرون في سياق هذه الحلقة بالتأكيد التي تتكون من جزئين منفصلين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية، ورحب بك سيد فتحي، أشكرك لتواجدك هنا معنا بمقرنا بالعاصمة طرابلس وتلبية الدعوة. قبل أن ندخل في أي حوارات سيد فتحي، نريد أن نعرف ما الفارق بسبب ما أثر هذا الجدل، بالتأكيد نريد أن نستعرف ما الفارق بين إدراج قرار أممي يكون في نصه أو في كلمات نصه مرتزقة أجانب أو مقاتلون أجانب، لأن روسيا كان لها امتعاض كبير جدا حول الفارق بين المصطلحات. بعد التحية ليك وللمشاهدين والمشاهدات لقناة بانوراما وضيوفك الكرام، ونقول لكم تيمن سيوين يعني مساء الخير. بالنسبة لوجود هذا النص، بالطبع زي ما نقوله احنا بالليبي صاحب العلة ينخصوا مرافقة، فهي بالطبع عارفة روسيا أنها هي دخلت ب أو سمحت لمجموعات الفاغنر بحيث أنها هي تكون تقاتل في صف المجرم الحرب حفتر، فبالطبع هذا النص يعني مباشر بالنسبة لها. فيعني هم زي ما شفنا احنا في العالم الكثير من الدول العالم تؤمن ب او تصرح بانها هي مع الشرعيه ومع حكومه الوفاق، وانما تحت الطاوله هي تمد مجرم الحرب حفتر بالسلاح وكذا. فهم كل ما يهم حتى العالم كله يعرف اساسا ان هناك مرتزقه تابعه لشركه فاغنر، هذه شركه تابعه لروسيا، اذا لماذا هذه الاستماته الروسيه لكي تكون كلمه مقاتلين اجانب بدل مرتزقه اجانب؟ الكل يعلم انهم مرتزقه والكل يعلم انهم
تابعين لشركة روسية. إيه، ولكن هي لا تريد أن 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 أن, أن تكون هي ضمن مجلس الأمن التي هي عضو فيه أن 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 يتم هذا الأمر. فهي لو كانت غير موجودة ربما تقبل بهذا، ولكن هي موجودة وتقبل بهذا بطبع تبدأ المسألة يعني غير مقبولة. بالنسبة للمقاتلين الأجانب مقبولة مسألة المقاتلين الأجانب، لأن فيه دول تعقد في اتفاقيات زي ما حصل إحنا ما بين ليبيا وتركيا، ففيه مقاتلين من تركيا ممكن يكونوا موجودين على الأرض، وهذا أمر لأنه يعني فيه اتفاقية شرع هذا وتسمح به هذا، يعني فشتان ما بين المرتزقة والمقاتلون. واضح. سيد بارا، بالنسبة لذات الملف أي الفرق بين المصالحات، برأيك أتستميت روسيا الآن لأجل إفشال قرار بشكل عام متحججة بذريعة المصالحات، أم أنها فعلا ترغب في إقرار هذه المسودة ولكنها تمتعض فقط من كلمة المرتزقة الأجانب بدل المقاتلين الأجانب؟ أولا مساء الخير ليك وللمشاهدين ولضيفك أو ضيوفك الكرام، حياك الله. طبعا بالنسبة لقضية المصطلحات هذه في غاية الأهمية، لأن دولة يعني كروسيا هي أحد الدول الكبرى ترضى أن بعض مواطنيها يعني يوصفون بالمرتزقة، هذا يسيء إلى دولة روسيا، وبالتالي بدون شك أن روسيا سوف لن تسمح بذلك وتسعى إلى إدخال مصطلح آخر اللي هو المقاتلين، وربما يشمل غيرهم، يشمل حتى غير المرتزقة، يعني فكرة مسألة المقاتلين ربما تشمل غير المرتزقة، فبالتالي أكيد لها أهداف سياسية والمصطلحات لها ما يبررها. ولكن عموما هو في جميع الحالات يعني هذا يبين أن القضية الليبية هي ذات بعد دولي، يعني هي الحرب التي حتى نشبت حول طرابلس هي ليست حرب محلية، ولكن ربما تكون حرب بالوكالة، وهذا ما يؤكده الخلاف على حقائق موجودة على الأرض. يعني كما ذكرت حضرتك في البداية أن الكل يعرف أن هناك مرتزقة ليس فقط من روسيا ولكن أيضا من دول أخرى، وبالتالي أصبحت يعني صراع دولي. نتمنى أن احنا يعني نخرج منه بسلام. بس حتى إذن هنا سؤال سيد بارف، في أي حال من الأحوال ارتضى المجتمع الدولي أن يتنازل من كلمة أو من وصف مرتزقة أجانب إلى مقاتلين أجانب، حينها روسيا ستصادق فعليا على مسودة القرار بشكل فعلي نهائي؟ أو هذا طبعا يعني بالنسبة لقضية المقاتلين آخرين هذه ربما يعني لا ترضي دول أخرى، هي مسألة أن لو ذكرنا مقاتلين وليس مرتزقة ربما لا ترضي دول أخرى اللي هي تعتبر طرف في النزاع، وبالتالي سيظل هذا الجدل يعني هي جدل مصالح في نهاية الأمر. ولكن بجميع الحالات وفي جميع الأحوال أن روسيا لن ترضى بلفظ مرتزق، لأن فيه مواطنين روس يعني مهما وصلوا من الإجرام ولكنهم يظلوا مواطنين روس، يظل أي تصرف ضدهم قد يسيء إلى سمعة روسيا، فبالتالي بالتأكيد أن روسيا ستقف ضد استعمال هذا المصطلح مدام الروس موجودين فيه. لو كان لا يوجد مرتزقة روس أعتقد أن روسيا كانت أولى الدول التي صادقت، ولكن هذا يؤكد فعلا تمسك روسيا باستبعاد لفظ مرتزق، هذا يؤكد فعلا أن في مرتزقة روس موجودين في واضح. هو حتى في موضوع آخر مهم سياسيا ولكنه غير مرتبط بالملف الروسي أو بالتصريحات الروسية الأخيرة بشأن مسودة القرار المتداول الكثير من قبل بريطانيا. سيدة نعيمة، دعني أسألك، يعني بحسب آخر التصريحات بالنسبة لرئيس المجلس الرئاسي والتي يلوح فيها بشكل كبير جدا بأنه لا مجال لأي مداولات سياسية حتى في القادم إن استمرت الانتهاكات من قبل قوات خليفة حفتر، المجلس الأعلى للدولة كيف يتابع هذه التصريحات، خصوصا وأنه قام أساسا بانتخاب 13 عضو من الأعلى للدولة سيمثلونه في حوارات جنيف؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام ولمشاهديك. المجلس الأعلى للدولة منذ تأسيسه دائما يكون في الموقف الإيجابي، دائما يكون في الموقف الصحيح. اليوم عندما يعني يطلب منه التمثيل للقاء لحوار من أجل الوصول لحل هذه الأزمة بادر،
وشكل اللجنة تتكون من 13 عضو على مستوى الدوائر، نعم، ولكن هذا تحت شروط، يعني شرط واضح صدر مجلس الدولة مشاركة مع مجلس النواب، بيان صريح وواضح مضمونه بأنه لا لجنيف ولا لحوار سياسي قبل المسار العسكري، قبل وقوف هذا الاعتداء، قبل عودة المعتدي. يعني كيف نتحاول نجلس على طاولة وهناك من يقتل أبنائنا يعني مسألة تعليق المداولات السياسية بأي لحظة من اللحظات أو بأي حال من الأحوال هي لازالت قائمة حتى لدى الأعلى للدولة؟ يعني نعم، حتى جلسة من يومين، يوم الاثنين كانت للمجلس الأعلى للدولة جلسة، وهناك نقاش حتى هذا الأسبوع بأنه لا لجنيف حتى نرى ما يحدث في المسار العسكري، وأيضا تم المناقشة بجلسة أخرى وتصويت آخر، سيكون التصويت من داخل القاعة للجنة هل تذهب أم لا تذهب، لأننا نحن نلاحظ أن هذا الانتهاك وهذه الهدنة التي لم يحترمها الطرف الآخر حتى الأمس، يعني الجامعة طرابلس يعني بالكم الهائل من الطلبة وهي يعني تستهدف، إذن حتى الأمس هذه الهدنة لم تحترم، فلذلك لربما تكون لنا جلسة أخرى وتصويت من جديد من داخل القاعة على حضور اللجنة من عدم. وضح في هذه النقطة، بس في عالم الفرضيات سيدة نعيمة، في حال ذهاب الأعلى للدولة إلى حوارات جنيف، نود أن أسأل ما هي الرؤية الصحيحة التي يذهب بها الأعلى للدولة إلى جنيف على أقل تقدير حتى هذه اللحظة، وكذلك ما هي البنود المطروحة أساسا في جنيف للحوار بينكم وبين 13 عضو كذلك الذين سيكونون ممثلين لمجلس النواب وباقي المستقلين الذين سيختارهم غسان سلامة؟ احنا لو تحدثنا على 40 من هذا المثال الاول ونتحدث على 13، احنا لازلنا لحد الان مخاوفنا على آلية اختيار 13 اللي بيختارهم السيد غسان سلامة، يعني 13 مجلس الدولة واضحين و 13 مجلس النواب واضحين، ولكن أيضا تبقى إشارة الاستفهام على حول هؤلاء 13، هذا أولا. ثانيا اللقاء، ما عندكمش أي معلومات كالمجلس الأعلى للدولة بشأن آلية اختيار البعثة للمستقلين، من يمثلون أسماءهم، من هم أساسا، توجهاتهم لربما؟ بالنسبة للأسماء لم يعطي أسماء، ولكن قولي بأن ستكون هناك نصيب للمرأة، نصيب للمكونات، نصيب للمجتمع المدني، هكذا الموجود، هكذا التمثيل هؤلاء. طيب إذا نعود للسؤال، ما وجهة نظر الأعلى للدولة التي سيذهب بها إلى جنيف إن ذهب بالتأكيد، وكذلك ما هي النقاط المطروحة للنقاش التي لربما أبلغتكم بها البعثة أو تقصيتم عنها حتى من خلال مصادر داخلية سياسية بالتأكيد في الأعلى للدولة؟ هو بالطبع الآن يتحدث على فصل أولا تشكيل الرئاسي من جديد من 3 أعضاء، أيضا فصل الرئاسي على الحكومة، وهذا ما تم الاتفاق عليه سابقا بين مجلس النواب ومجلس الدولة، فقط آلية اختيار الأسماء من يمثل هذين الجسمين. أمر آخر الذي يصر عليه المجلس الأعلى للدولة إن كان هناك لقاء وحدث، هو البند الأول، هو المسار الدستوري الذي يحدد مصير ليبيا للمرحلة القادمة. نحن نتحدث على دستور موجود يحتاج إلى استفتاء، إذن بالدرجة الأولى المجلس الأعلى للدولة يرى لربما النقطة الأولى التي تناقش وتطرح هي الجهة الدستورية، يعني ما مصير هذا الدستور، ثم نتحدث على رئاسي من 3 وعلى حفظ الحكومة. واضح. عضو المجلس الأعلى للدولة كنت معنا عبر الهاتف السيدة نعيمة الحامي، أشكرك جزيل الشكر. سيد علي أبو زيد، أعتذر حتى للإطالة وأرحب بك من جديد، أسألك بالنسبة للملف الروسي بتأكيد آخر تطورات بالنسبة لهذه المداولات السياسية القائمة في مجلس الأمن لربما والتي ستظل قائمة إلى حين لا نعلم حتى تنتهي بتأكيد. عموما السؤال، هل بطلب روسيا هذا التجديد أي بسحب هذه الكلمات دليل واضح على عدم تراجع مرتزقة الفاغنر بالتأكيد تابعين لهذه الشركة الروسية من محاور القتال في الأرض حتى اللحظة، أم أن هذا الأمر غير مرتبط بذاك؟ بداية أهلا وسهلا بك وبالضيوف الكرام وبالسادة المشاهدين، حياك الله. أعتقد أن هذا الموقف من روسيا
ظهرت أماراته ومتوقع وليس بغريب، وحتى قبل عقد برلين عندما صرح يعني عشية انعقاد مؤتمر برلين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما قال أنه لا يمكن أن نقبل بأي حلول جاهزة للليبيين، فواضح أن روسيا لا تريد أن تعطي الفرصة للأوروبيين لأن يكونوا هم عربي الحل في ليبيا. لذلك أعتقد أن التحجج بكلمة مرتزقة أم مقاتلين أجانب أعتقد أنها حجة لمنع تمرير هذا القرار وتضمين مخرجات برلين في يعني وكأنك تقصد أنه حتى في حال ارتضاء المجتمع الدولي بسحب هذا المصطلح واستبداله بالمصطلح المرغوب من روسيا لن تتنازل روسيا على إصدار هذا القرار. أنا أرجح هذا الأمر تماما، لأن سيرجي لافروف يريد أن يوضح وجهة نظر، وهذه ذكرها في عدة مرات، أن روسيا لن تسمح بتكرار المشهد الذي حدث في 2011. الجميع يعلم أن روسيا كانت قد امتنعت عن قرار التدخل في ليبيا في سنة 2011، وهي تراها من أخطاء مجلس الأمن ولا تريد إعطاء الفرصة من جديد للأوروبيين كي يتولهم زمام الأمور لوحدهم. وقد فعل الروس هذا الأمر في سوريا، ويريدون أيضا إبعاد مجلس الأمن مرة أخرى عن سيطرة الأوروبيين والولايات المتحدة. وأعتقد أن تغليف هذا الخلاف ببعض الألفاظ هو مجرد تحجج فقط، ولكن الخلاف أعمق من ذلك بكثير. بس هي النقاط الأساسية التي كانت في برلين والتي كان من المفترض أن يصرح عليها في مجلس الأمن عبر دعمها من بريطانيا وكذا من ألمانيا، في أبرز نقاطها وأهمها لربما هي وقف التدخلات الخارجية في الملف الليبي وكذلك وقف القتال محليا في ليبيا. هذه النقاط التي لا تريدها روسيا منها فقط تلعب على عدم التواجد الأوروبي بشكل كبير في ليبيا، كانت ستسلك مسالك أخرى لربما حينها. بالنسبة لمؤتمر برلين أعتقد أنه فشل بامتياز، والتوافق الهش قد انهار قبل حتى انعقاد مؤتمر برلين عندما أغلق مجرم الحرب خليفة حفتر الموانئ النفطية، ولم يكن هناك رد فعل دولي حقيقي ضد هذه الخطوة التصعيدية والخطيرة. الروس والأتراك صرحوا مباشرة بعد مؤتمر برلين أنهم سيستمرون في جهودهم وفي التشاور حول المسار الذي اختطوه لأنفسهم. في الحقيقة الآن غسان سلامة والعمل الذي يقوم به في جنيف هو عمل لصالح الأوروبيين وليس عمل بغطاء من مجلس الأمن. وأعتقد أن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طرابلس عليهم أن يراجعوا خطواتهم الآن بعد فشل مجلس الأمن في تضمين مخرجات برلين في قرار أممي وقرار دولي يعطيه الشرعية والصبغة الإلزامية، لأن هذا العبث هو حقيقة لا معنى له ولا قيمة له ما لم يكن مسنودا بقرار دولي يعطيه صبغة الإلزام على كافة الأطراف. اليوم ما يقوم به غسان سلامة من حالة من الفوضى في المسارات التفاوضية وخلطها ببعضها البعض، على سبيل المثال لا الحصر مسألة النفط عندما يقول أنها إغلاق الموانئ ستتوزع المشاورات فيها على المسارات الثلاثة. صحيح. هذا حقيقة نوع من العبث ونوع من الاستهزاء بالليبيين. كذلك مسألة ال 13 عضو أو 14 عضو الذين سيختارهم غسان سلامة، واليوم رأينا صور لقاء بمن يمثل يهود ليبيا، هل استشار الليبيين في تمثيل اليهود اليوم غسان سلامة؟ أعتقد أن هناك حالة من التغول يقوم بها غسان سلامة تتجاوز صلاحياته، وحالة من استغفال لليبيين يجب إيقافه عند حد بخصوصها. هو بس غسان سلامة الآن يتجاوز حدوده في حالة تعاطي ومسايرة من السياسيين في ليبيا
حقيقة قد تؤدي إلى نوع من التهور ومن الحلول التلفيقية التي لن تنتج أي تقدم في المسار السياسي. واضح. بس ابقى معي سيد علي، سنتطرق كثيرا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في تصريحاته الأخيرة التي أتت اليوم. عموما سيد فتحي، ما السر وراء الإصرار الأمريكي على إلزام بقاء هذا المصطلح، أي المرتزقة الأجانب بدل المقاتلين الأجانب كما تطمح روسيا؟ وفقط حتى للعلم، معلومة لكي يعلمها المشاهد بالتأكيد أن تعلمها، أن واشنطن كانت تشدد على إبقاء مصطلح الذي كان موجود في البداية، وهو تجنيب مرتزقة فاغنر الروسيين المتواجدين في ليبيا. هو يعني هو من الصعب أنك تفهم دلالات الموضوع يعني هكذا يعني بتفاصيلها، ولكن ربما هي كلها تكهنات. يعني الآن هو واضح أن يعني نحن نتفق أن هناك امتعاض من تدخل روسيا في ملف ليبيا من أمريكا، بطلع امتعاض أمريكي واضح صارخ في هذا الأمر. فهي يعني هو ربما كان بإعاز من أمريكا وضع هذا المصطلح لتستفز به يعني روسيا، أو لتحاول أن 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 أنها تضعها في 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 وضع يعني يسيء إليها. بس تضعها في وضع محرج أمام العالم، أم أنها تقلص من دورها أو تحرج دورها في ليبيا فقط لا غير؟ هو هنا السؤال. هو أنا من البدايات روسيا وجودها في ليبيا لا يعني أنها تريد أن يكون لها موطأ قدم في 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 في, في هذه المنطقة، لأنها هي ما هيش المنطقة الجيوسياسية بالنسبة لها، إنما هي للمساومة على مع أمريكا في موضوع سوريا، في موضوع أوكرانيا، في مواضيع الأخرى. فهذا التنابز بهذه المصطلحات إن صح التعبير يعني، فيعني هو روسي أمريكي يعني لا أتوقع أن هو يغوص في صلب الموضوع، فهمت؟ لكن نحن نعرف أن روسيا يعني نجحت هي مع تركيا في أنها هي يعني تستفز الـ 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 أوروبا، فهمت؟ وكذلك يعني ويعني بتدخلهم هذا حقق الهدف. هو كان فيه نوع من التراخي في موضوع مؤتمر لقاء برلين، وكان فيه يعني إهمال لهذا الموضوع، ولكن الآن صار الموضوع ملف ليبيا نشط، وصار فيه يعني هذه المداولات وهذه الاجتماعات آخرها الآن فيما يخص هذا مجلس الأمن الاجتماع الأخير. فالموضوع لا نستطيع أن نجزم بأنها يعني بالنسبة لروسيا الآن ما تقصده به أمريكا يعني هي هو استفزاز أكثر منها. أتوقع أنها حصد بعض النتائج اللي هي يعني مرجوة في في في, في هذا الشأن يعني. واضح. سيد برا، في ذات الملف أي نقطة التخاصم الأمريكي الروسي الآن بالنسبة للمصطلحات في مسودة القرار الأممي التي لا زالت تتداول ربما في طيات مجلس الأمن، لا نعلم متى تنتهي هذه المداولات. عموما هنا يتساءل البعض، لماذا هذا الاستفزاز الأمريكي للجانب الروسي، خصوصا وأن أمريكا في وقت سابق قد أعطت دورا أخضر، هكذا يقول بعض المراقبون على أقل تقدير، أنها قد أعطت ضوءا لتركيا لاستقطاب وتأطير لربما التدخل الروسي في ليبيا من خلال تركيا ومن خلال رضا تركي من قبل واشنطن. لماذا الآن عودة الاستفزاز من جديد إذن؟ يا سيدي الكريم، كل الدول تبحث عن مصالحها. بالنسبة لمسألة اللفظ هذه في غاية الأهمية، يعني يجب عدم الإقلال من استخدام كلمة مرتزق، هذه معرفة ومحددة وربما تلحق المسؤولية حتى الدولة الروسية في المستقبل، لكن عندما تستبدل بمصطلح آخر اللي هو المقاتلين الإرهابيين، نحن بذلك نكون في حاجة لتحديد يعني هذه المصطلحات فضفاضة، من هم المقاتلين؟ يعني مسألة المقاتل هذه تحتاج لتعريف، الإرهابي تحتاج لتعريف، إذا ممكن تشمل أعضاء آخرين لا يشملهم لفظ الارتزاق، وبالتالي قد يمس بمصالح دول أخرى بما فيها ربما يعني دول معروفة.
فبالتالي استخدام المصطلح هذا يعني مهم جدا، ليس هو فقط لمجرد أن يعني هو توضحت الرأي في هذا الملف بالنسبة للمصطلحات، ولكن لماذا هذا التشديد الأمريكي حول وجود المصطلح خاص نص بالنسبة لروسيا وهي ترفض ذلك، خصوصا وأن أمريكا سبق لها وأن تنازلت، يعني في ذات الجلسة سبق لها وأن تنازلت عن المصطلح الأعظم لربما الذي كان يخص روسيا ويضربها في مقتل حتى باسمها شخصية مرتزقة الفاغنر الروسيين المتواجدين في ليبيا، هكذا كانت واشنطن تريدها، ومن ثم تنازلت لتشدد على وجود مصطلح مرتزقة أجانب. هو مرتزقة يعني في النهاية مرتزقة أجانب هي للجميع ليست لروسيا فقط. نعم، ولكن تشمل روسيا. يعني المرتزق الروس له تعريف محدد، المرتزق في القانون الدولي، وبالتالي ينطبق على مواطنين روس، وروسيا بوتين نفسه شخصيا اعترف بوجود مقاتلين في ليبيا وأنهم يتبعون شركات خاصة وليست الدولة الروسية اللي تدفع لهم، فبالتالي في نهاية الأمر هم مواطنين روس، ومن واجب الدولة الروسية أن هي تدافع عن مواطنيها يعني مهما ارتكبوا. فبالتالي يعني هذا إذا أضفنا إلى ذلك أن روسيا يعني لها مصالح في ليبيا، يجب أن لا ننسى ذلك. يعني روسيا مثلا في النظام السابق كانت الأسلحة كلها مصدرها روسيا، ودائما نسمع الروسيين يتكلموا أنهم يريدون إعادة السوق إلى ليبيا، يريدون ضمان للعودة الاقتصادية. يعني طبعا هم البحث كله في العالم كله حاليا يبحث عن الاقتصاد، ليس ترامب فقط الذي يبحث عن الاقتصاد ولكن حتى الروس أيضا. فبالتالي البحث عن مصالحهم، ربما أيضا المساومة في ميادين أخرى أو في دول أخرى أو في أمور نحن أخرى لا ندركها، يعني موجودة في بين الشرق والغرب، بين الأمريكان وبين الروس. فبالتالي استخدام المصطلحات هذا مهم جدا، ربما لو استخدم لفظ المرتزقة ربما تحط روسيا في زاوية على أساس أن هذو مواطنين روس والرئيس الروسي نفسه اعترف بوجودهم في ليبيا، فبالتالي ربما هذا يعود بمسؤوليات قانونية حتى على روسيا في المستقبل، قد ترفع دعاوي، قد يطلب منها التعويض. يعني القانون الدولي مليء بمثل هذه الأمور، فأعتقد أن روسيا تدافع عن مصالحها، مصالح مواطنيها، وتدافع عن وجود اقتصادي لها في ليبيا. يعني كل العالم كله يتكلم، للأسف احنا الوحيدين اللي العالم كله يتكلم عن ليبيا هي ثروة، يعني سكانها عدد قليل وثرواتها كبيرة، وبالتالي كل العالم يريد الحصول على حصته، لكن الليبيين رغم انهم عدد قليل ومحدود جدا، يعني 6 مليون في مساحة اكثر من 1.5 مليون، ومع ذلك يتقاتلون، لا يدركون يعني الارض التي يعيشون عليها، لا يدركون ماذا فيها. واضح. ابقى معي بكل اسف. ابقى معي السيد علي، ما مقدرة المانيا الان على إقناع الطرف الروسي بالتنازل وإقرار هذه المسودة، وكذا حتى الصيني هو الذي ممتعض إلى حد ما من هذه المسودة، ما مدى قدرة ألمانيا على إقناعهما بالمصادقة على هذه المسودة لكي تكون بصبغة قرارات أممية مصادق عليها من قبل مجلس الأمن؟ أعتقد أن ألمانيا لا تستطيع أن تقدم الكثير في هذا الصدد، لأن ألمانيا أولا ليست دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، فهي ليست من الخمس الكبار، صحيح هي التالية لهم في الترتيب ولكنها ليست من الخمس الكبار. أيضا ألمانيا لا تملك الملفات السياسية الكبيرة التي تستطيع أن تساوم وتوازن بها لتمرر قرار بهذا الشكل. ألمانيا عاجزة في الحقيقة عن إيجاد توافق أوروبي حقيقي فيما يخص ليبيا. نحن نعلم أن من الأهداف غير المعلنة لمؤتمر برلين هو إيجاد قاعدة للتوافق الأوروبي فيما يخص الملف الليبي، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت كان على موعد مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي فرصة لترميم السياسة الخارجية الأوروبية وتوحيدها، ولكن فشلت ألمانيا حقيقة. وكان أولى أمارات هذا الفشل هو تعطيل فرنسا لبيان يندد ويشب إغلاق الحقول والموانئ النفطية، والصحافة الإيطالية تكلمت في ذلك الوقت عن خطورة هذا الأمر،
وأن الاقتصاد الإيطالي هو أول المتضررين بسبب هذا الإغلاق. والأمر كشف حقيقة الخلاف العميق بين فرنسا وإيطاليا واستمراره، وأن مؤتمر برلين في الحقيقة لم يقدم الكثير. لودريان الذي يقول الدبلوماسية الفرنسية ما زال مصر على المراهنة على مجرم الحرب خليفة حفتر وعلى دعمه وعلى توفير الغطاء السياسي له واستخدام الفيتو الفرنسي متى ما كان هناك محاولة للضغط أو إيجاد عقوبات على معسكر خليفة حفتر. فألمانيا في هذا الصدد لا تستطيع تقديم الكثير. هذا بالنسبة لألمانيا، حتى بريطانيا هي تضغط بقوة. ماذا عن بريطانيا إذن؟ حتى بريطانيا الآن، بريطانيا ربما ستميل الكفة في الخارجية البريطانية ناحية الولايات المتحدة، ولكن أعتقد أن التنافس الروسي الأمريكي سيجعل الدور أو التأثير البريطاني أيضا محدودا، خاصة وأن بريطانيا وكما يعلم الجميع أن بريطانيا تمر بجفوة دبلوماسية هي وروسيا بسبب حادثة اغتيال الجاسوس الروسي في بريطانيا، والجميع يعلم أن التمثيل الدبلوماسي غير متوفر بين بريطانيا وروسيا. فمحاولة الضغط البريطانية على روسيا ستكون ضئيلة جدا، والجميع يعلم أن الآن هم في مرحلة ترميم العلاقات الدبلوماسية. وقد حدث حتى لقاء على هامش برلين بين بوريس جونسون وبوتين، ولكن لم يحدث التقدم ملموس بين الطرفين. فأعتقد أن حتى التأثير لبريطانيا على روسيا سيكون محدودا وضئيلا جدا. واضح. سيد فتحي، من بين المعترضين على هذه المسودة من غير بالتأكيد روسيا وكذا الصين، هناك جنوب أفريقيا لربما يفهم من روسيا كما يقول الجميع هي مرتزقة، لديها شركة أمنية يعمل بها مرتزقة تقاتل في ليبيا الصين، هي داعم حتى بطائرات المسيرة لخليفة حفتر نوع الوينغ لونغ والوينغ لونغ 2. ولكن جنوب أفريقيا بعيدا عن مدى تأثير امتعاضها من عدم هذا معلوم، ولكن لماذا تمتعض؟ هو لو لاحظنا أن الصين هي لم تتدخل تدخل مباشر، إنما طائراتها يعني دول اشترت منها طائرات، وهذه الطائرات يعني حولتها على بس هو بشكل جلي وواضح يعتبر خرق للقرارات الأممية الصادرة من ناحية حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. هي في النهاية أسلحة صينية، ولكن خرق من أخذها من الصين، وليس خرق للصين في حد ذاتها، لأن هي عندما يعني اشترتها منها فرضا سواء كان الأردن ولا الإمارات ولا يعني أي دولة، هي أخذتها لنفسها، لم تقل أنها أخذتها بحيث أن هي تحارب بها في 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 بس في القوانين الدولية تعاقب على أقل تقدير الدولة المصدرة للسلاح الدولة المستوردة للسلاح. على سبيل المثال هي صواريخ جافلين فرنسية ولكنها صناعة أمريكية بالتأكيد كما أتذكر، تلقى التهمة على فرنسا حينها، على فرنسا لأن هي اللي هي اشترت، ولكن هي تبدأ مشروطة بأنها لا تستخدمها إلا في الدفاعات عن نفسها أو بهذا الشكل، لكن هي تستخدمها. فإن هي النقطة التي كنت أبحث عنها، التقارير الأممية بالنسبة لجافلين قالت أن الإمارات هي من أشرفت على إدخالها لليبيا، ولكن التهمة كانت قد ألصقت بفرنسا بينما الإمارات هي من أدخلتها إلى ليبيا. هو بالتأكيد يعني المسؤول الأول هو من اشترى وليس البائع. من اشترى هذه الأسلحة هو يأخذها يشتريها للدفاع عن نفسه، هذا حق مشروع، ولكن من بعد أنك أنت تسهل يعني تسريبها لمكان آخر، فهنا يعني يأتي التضارب في الـ في الـ في الـ عملية البيع والشراء. أيوة بين الدولتين. نعم. عموما فهنا الصين يعني هي ربما المصالح مع روسيا، مصالحها مع روسيا، فهذا واضح. لكن نعرف أن الصين في 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 تدخلها في 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 أفريقيا يعني سبق من فترة، وهي تدخلها ناعم جدا، وربما
هناك بعض انا اتكهن هنا ربما بعض المصالح ما بين الصين وجنوب افريقيا. كذلك نعلم ان جنوب افريقيا هي يعني هناك اموال ليبيه كثيره هناك، ولا ادري ما هي الصله ربما في هذا الشان، يعني كيف يعني هناك تفاهم، هذا التفاهم ما بين يعني تعتقد وكان ان امتعاض جنوب افريقيا هو فقط ياتي من امتعاض روسي او من امتعاض صيني؟ That's it. يعني لا أرى علاقة مباشرة ما بين ما يحدث الآن في ليبيا وجنوب أفريقيا، يعني كعلاقة مباشرة واضح. أو مع الأطراف اللي عبر الهاتف ينضم إلينا الآن رئيس حزب التغيير وكذلك هو المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لدول المغرب العربي السيد جمعة القباطي. السيد القباطي، دعني أرحب بك. نتحدث هنا عن الجدل القائم الآن والتي تقوم به روسيا بغية وقف إصدار تلك المسودة وإقرارها رسميا من مجلس الأمن. بشكل عام هذا الامتعاض الروسي إلى ماذا تعزوه دكتور جمعة، بعيدا عن عالم المصطلحات التي شددت عليها كثيرا روسيا؟ نعم، بداية تحية لك أستاذ إسلام والضيوف والمشاهدين الكرام، حياك الله. أعتقد أن الموقف الروسي داخل أرض مجلس الأمن هو ضمن عملية المفاوضات الداخلية بين الدول الخمسة الدائمة حول مواقف دولية معينة وحول إصدار قرارات. الدول الخمسة دائما تتصارع بينها وتحاول أن تمارس الضغط والابتزاز وتحقيق مصالح معينة وأجندات معينة في مناطق مختلفة بينها، وبالتالي روسيا تشعر بأن بريطانيا وربما معها أمريكا ولحد كبير الصين تريد أن توجه الأمور أو القرار اتجاه معين، ولكن روسيا تريد أن تسجل موقف وتريد أن تضمن بعض التنازلات وبعض المواقف وبعض المصالح ربما لها في الليبي. إذن عندما يكون هناك يعني تدافع ما بين الدول الخمسة حول مشروع أي قرار في مجلس الأمن فهو تدافع من أجل تحقيق مصالح معينة أو ضمان مصالح معينة لكل دولة من الدول الخمسة الدائمة العضوية. أيضا روسيا لا زالت تتذكر بنوع من الندم أنها في 2011 وافقت على كل القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص ليبيا والثورة في ذلك الوقت، وقرار حماية المدنيين وقرار التدخل العسكري من أجل حماية المدنيين في ليبيا 1903 قرار 1973. وبالتالي روسيا تقول دائما أنها تم خداعها تلك السنة وفي ذلك القرار، وأنها وافقت دون أن تجني أي شيء أو أي مصلحة بعد ذلك في ليبيا، وأن الدول الأخرى دائمة العضوية مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا حاولت أن تستحوذ على تحقيق كل المصالح في ليبيا بعد الثورة وبعد سقوط نظام القذافي. أيضا نفهم هذا التعنت أو التشدد الروسي في هذا الإطار، وأعتقد أنه ستكون هناك مفاوضات داخلية بين الدول الخمسة الدائمة وسيكون هناك تفاهم على صيغة ما. المرجح هنا حتى السؤال، المرجح أنه بعد انتهاء هذه المداولات بشكل كامل دكتور جمعة ستنتهي بإقرارها أم بحق فيتو مستخدم من روسيا أو الصين الممتعضتان عن هذه المسودة؟ أولا لنتذكر أن الغالبية العظمى من قرارات مجلس الأمن الدول التي تقترح الصياغات دائما هي بريطانيا تنفرد من بين كل الدول الخمسة الدائمة العضوية أنها من تجيب صياغة قرارات مجلس الأمن، وهي تصيغها بطريقة فضفاضة بحيث ومرنة بحيث تحقق يعني تبقى فيه كثير من الغموض ويمكن تفسيرها في أكثر من اتجاه، وربما كل طرف يستطيع أن يفسرها بما يتماشى مع مصالحه. ولذلك نتوقع الوصول إلى صياغة تفرض عنها روسيا وسيمر تمرينها ربما في الأيام القادمة، ولكن هذا ليس هو المهم. الأهم من هذا كله حتى وإن أصدر مجلس الأمن قرار بتبني مخرجات مؤتمر برلين بخصوص هدنة ووقت إطلاق نار دائم وبخصوص التوقف عن تزويد أو إرسال السلاح إلى ليبيا، من سيتعهد
بتنفيذ هذا القرار. هناك قرارات كثيرة جدا من مجلس الأمن، هذا ما كنت سأسأل عنه، في النهاية أغلب قرارات مجلس الأمن الصادرة بحق ليبيا خصوصا المتعلقة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل السلبي في الملف الليبي هي تخترق من عدة دول ومن عدة سنوات. إذن حتى في حال إقرار هذه المسودة بصيغة قرارات من جهة أممية، ما الضامن هذه المرة أن تكون حيز التنفيذ برقابة دولية لا يتم اختراقها بسهولة كما هي سابقاتها؟ نعم، لا يوجد أي ضمانات على الإطلاق، وعلى الأغلب سيبقى هذا القرار حبر على ورق وستتجاهله الدول الصغيرة التي تقوم بالفعل باختراق الحظر وإرسال السلاح، وعلى رأسها دولة الإمارات التي تشحن يوميا كميات كبيرة من الأسلحة إلى حفتر، وقد تم رصد في أسبوع واحد فقط 22 رحلة جوية لطائرات شحن ليش. وفي مصادر غربية أنه ما بعد مؤتمر برلين أرسلت الإمارات إلى حفتر ما لا يقل عن 3000 طن من العتاد والأسلحة، كل هذا تحت رقابة وعيون الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة الرقابة الخاصة بليبيا، وبالتالي ستستمر هذه الدول لتجاهل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولا تعيره أي اهتمام، لأنه لا توجد هناك إرادة دولية من القوى الكبرى الداعمة لمجلس الأمن بفرض أي عقوبات. والسيد غوتيريس لعل في تصريحه أمس قال أن ما يجري في ليبيا هو في الحقيقة قبيحة، يقصد أنه هناك قرارات واضحة ولكن أيضا هناك يعني تجاهل واختراق واضح لهذه القرارات، ولا أحد يعير ذلك أي اهتمام، ولا يحاول أي أحد أن يقوم بأي إجراء للكف عن هذه التجاوزات والاختراقات، وخاصة فيما يتعلق بإرسال الأسلحة. واضح. رئيس حزب التغيير وكذلك المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لدول المغرب العربي الدكتور جمال القماطي، أشكرك جزيل الشكر. سيد محمد بارة، إذا ما كان التعويل على قرارات أممية من قبل مجلس الأمن يتم صياغتها ومراقبة تنفيذها بشكل حثيث بخصوص ليبيا، خصوصا في مسألة 1 وقف إطلاق النار، 2 وقف التدخلات السلبية في الحاصلة في الملف الليبي، إذا التعويل يكون على من في هاتين النقطتين؟ هو طبعا يعني كلام الدكتور جمعة وجيه باعتبار أن هناك عدة قرارات حتى في السابق بحظر توريد الأسلحة، ولكن المعروف أن هناك انشقاق في موقف الدول الكبرى حول ليبيا، وربما القرار الذي يناقش سينضج بعده قرار آخر، يعني هي قرارات مجلس الأمن دائما متتالية، يعني مثلا في 2011 هناك عدة قرارات اتخذت، لم يتخذ قرار واحد فقط، ربما يتخذ حاليا قرار باعتماد وقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك قد يفكرون في آلية إذا كانت هناك رغبة من هذه الدول في تنفيذ هذا القرار. فبالتالي يعني لا يجب أن نفكر فقط في أن هناك خروقات وعدم التزام كما هو يحصل حاليا، ولكن قد يحصل تطور في الوعي الدولي أو في المجتمع الدولي، خصوصا في بعد ما يظهر توازن القوى. يعني حاليا مثلا الحرب في طرابلس توقفت، يعني توقفت لماذا؟ توقفت لأن الطرف الآخر أدرك أن هناك توازن في القوى، يعني هو لو كان مثلا بس لربما مسألة الإدراك هذه بالتغيرات العسكرية الحاصلة على محاور الأرض تكون مسألة إدراك محلية، تصل إلى مرحلة مسألة إدراك دولي بحيث تكبح جماح دول كانت داعمة لخليفة حفتر من 4 أو 5 سنوات، صمود لمدة 10 أشهر من قبل قوات الجيش تابع لحكومة الوفاق الوطني، يغير معطيات دولية بالنسبة للسياسة الدولية بشكل كامل. هو بدون شك يعني المقاومة على الأرض اللي هي استمرت كل هذا الوقت لها دورها، وإلا لو لم تستمر لكان انتهى الأمر. يعني لو حفتر مثلا تمكن من الاستيلاء على السلطة في طرابلس لكان انتهى الأمر، ولكن بفضل المقاومة هذا جزء، ولكن حتى تدخل التركي يعني كان له دور في قرار السلام في ليبيا، لأن نتيجة لهذا التدخل شعر الطرف الآخر بأنه من الصعب جدا عليه أن هو يدخل أو يستولي على طرابلس. فبالتالي ربما يعني هذا الموقف الذي حدث قد يؤثر أو يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ آلية أخرى.
لتنفيذ هذه القرارات، ولكن عموما يظل القرار الأخير هو قرار ليبي. يعني لابد من أن الليبيين هم نفسهم يفكروا في إيجاد الحل، لأن يعني حتى عندما نفكر نقول أنه يعني لو ما مشيناش للمفاوضات ولو ما يعني ما البديل؟ البديل معنى ذلك أن الحرب ستنشب من جديد. أنا لا أعتقد أن الحرب هي في مصلحة أي ليبي، يعني سواء في الشرق أو الغرب. فلا بد من عودة العقل، ولا بد من الناس اللي هم مسؤولين في الدولة يفكروا بحكمة، يعني لأن أي شخص يموت في ليبيا من الليبيين هو خسارة لكل ليبيا، كل منزل يهدم هو خسارة لكل ليبيا، كل شخص يشرد هو يعني خسارة لكل ليبيا. فبهذا التفكير يجب أن يكون هناك وعي ليبي واضح ليبي للوصول إلى حل. أما الاعتماد بشكل كلي على المجتمع الدولي وقرارات المجتمع الدولي بالتأكيد يعني لا تعطي حل. أكيد هذه القرارات لها دور، لها أهمية. يعني مثلا الموقف الاجتماع اللي حصل بين الرئيس التركي والرئيس الروسي كان له دور جدا في مهم جدا في وقف إطلاق النار على الأقل جزئيا. يعني صحيح هناك خروقات لوقف إطلاق النار، ولكن ليس القتال بحدة الأيام التي قبل ذلك. ممكن الاختراق الوحيد الكبير اللي هو حصل في منطقة أبو غرين، ولكن عموما بقية الجبهات في طرابلس تشهد هدوء نسبي. صحيح في اختراقات وفي جرائم ترتكب، ولكن عموما يعني إلى حد ما مقبول. فبالتالي لابد من في خلال هذه الفترة ينضج يعني الليبيين. لا نعلق أمالنا كلها على المجتمع الدولي، يعني نخطئ إذا احنا علقنا كل أمالنا على المجتمع الدولي إن هو الذي ينقذنا، وأن الروس يفكروا لمصالحهم، الأمريكان يفكروا لمصالحهم، وهذا شيء طبيعي. يعني كلهم تفكيرهم اقتصادي. نعم. واضح في هذه النقطة سيد محمد. سيد علي، أود أن أسألك، بالنسبة لي لربما وقفة التدخلات الأجنبية هذا شأن هممي، ولكن مسألة وقف القتال وهو أحد مخرجات برلين وأحد النقاط التي يلعب على المصادقة عليها بشكل رسمي، هذا لربما يكون به مشاركة محلية، أو لربما يكون جله محليا إن لم يكن كله. هنا الأمر مرتبط بلجنة 5+5 بشكل كبير. غسان سلامة اليوم في تصريحاته يثني على اللقاءات التي حدثت بجنيف بين اللجنتين، ويقول أنها بناءة على أمل استمرارها من بعد ذهاب هذه اللجنة محليا واستمرارها، ويقول أن نتائج إيجابية. ترى بأن هذا الأمر صحيح، لجنة 5+5 ومسألة وقف القتال أساسا يمكن أن تحدث في ظل باقي المعطيات والمعتركات السياسية التي لا تنتهي حتى تبدأ الأخرى؟ فيما يخص المؤتمر الصحفي اللي عقده السيد غسان سلامة اليوم، أعتقد أن غسان سلامة لم يقدم جديدا في هذا المؤتمر، أضاء أو لم يضف شيئا عن المؤتمر السابق. غسان سلامة يدير عملية غير واضحة، عملية فيها شيء من التكتم والغموض، يريد أن يغطيها بنبرة من التفاؤل. لا يوجد محددات واضحة لما يتم نقاشه، لأن في الحقيقة هي مجرد لقاءات بين منفصلة بين الأطراف، ولا يوجد آليات واضحة، ولا يوجد غسان سلامة فاقد للدعم الدولي الحقيقي لإيقاف أو وقف إطلاق النار بشكل حقيقي. لذلك يسعى غسان سلامة إلى إطالة أمد المفاوضات، وفي الحقيقة لن يصل إلى نتائج. اليوم المجتمعون في اليوم الثالث، ولم يستطع أن يذكر شيء واحد تم الاتفاق عليه. وهو يقول كما في المؤتمر السابق أن الأطراف كلها تريد تثبيت الهدنة وجعلها وقف دائم لإطلاق النار، ولكن ما هي الآليات، ما هي النقاط التي يتم الاتفاق عليها؟ لا يستطيع أن يذكر شيء. غسان سلامة في كل يوم تزداد الشبهات حول دور غير نزيه يسعى للقيام به، يريد أن يتجاوز صلاحيات الممنوحة له كوسيط، ليست لديه آليات واضحة. كل هذه الأمور تجعل من الدور الذي يقوم به غسان سلامة حقيقة دور مشبوه، ودور في محل الريبة والشك. لذلك على وفد المجلس الرئاسي وعلى المعنيين بهذه المسارات أن يعودوا إلى
مرجعياتهم وأن يعيدوا تقييم مواقفهم من المشاركة وعدمها. وأعتقد أن في التصريحات فايز السراج بأن مسألة المشاركة في الحوار هي مسألة في طور المراجعة، أعتقد أنه تصريح جيد ويجب أن يدخل في طور التنفيذ الفعلي، ويجب أن يعيد السيد فايز السراج اللقاء بقواعده وأن يبحث معها على موقف حقيقي وثابت ليصل إلى نتيجة واضحة وملموسة. أما المشاركة العبثية هذه في مسار تفاوضي يريد السيد غسان سلامة خلق فوضى خلاقة ليمرر أجندة غير واضحة، فأعتقد أن هذا العبث من المغامر والخطورة الخوض فيه ومسار غسان سلامة فيه. بس هو حتى في سؤال أخير، إذن المعترك الآن هو عسكري صرف أم سياسي صرف أم كلاهما معا؟ لا يوجد معسكر أو لا يوجد مسار عسكري صرف، ولكن المسار السياسي يجب أن يكون في مستوى المواجهة العسكرية التي صح انخفضت وتيرتها ولكنها في أي لحظة ستزداد، ولا يوجد موقف دولي واضح يمكن من الاطمئنان إليه لكبح جماح مجرم الحرب خليفة حفتر. لذلك العمل على المسار السياسي يجب أن يكون حذر. نحن في موقف قوة الآن ولدينا ورقة الشرعية، ولكن هناك محاولات لسحبها منا، فيجب الحذر من هذه المحاولات ويجب وضع حد لتجاوزات غسان سلامة. واضح. الكاتب والمحلل السياسي كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية سيد علي أبو زيد، أشكرك جزيل الشكر سيد فتحي، وكذلك سيد بارا أدعوكما للبقاء معي ريثما نذهب سوية إلى الجزء الثاني من الحدث. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نستهل الجزء الثاني من الحدث والذي سيكون في شق إنساني، تابعونا. مشاهدين، قتل مدنيان وجرح خمسة آخرون جراء سقوط صواريخ أطلقتها ميليشيات حفتر بالتأكيد على الأحياء السكنية كما هي العادة. هذه المرة كانت بمنطقة الهضبة البذري، كما خلفت الصواريخ خسائر مادية بالتأكيد. مع تواصل القصف العشوائي تتفاقم معاناة السكان جراء العدوان على العاصمة، وتستمر بالتالي حالة الهلع التي يعيشها المواطنون فيها مع تزايد في موجة النزوح بسبب عمليات القصف العشوائية، إذ أطرت عشرات العائلات من النزوح أو اضطرت عشرات العائلات للنزوح والخروج من منازلها. هذا التقرير ومن ثم نستهل الحوار. أقل من 10 أيام على مقتل الأطفال الأربعة بالهضبة البدري إثر سقوط قذيفة عشوائية، لتفجع المنطقة بكارثة أخرى من دماء المدنيين عنوانها وابل من الصواريخ ليلة الأربعاء على البدري وأحيائها السكنية، تودي بحياة الشقيقين محمد وعبد الكريم. بحسب شهود العيان فإن 5 صواريخ هاوتزر انهالت على المنطقة على تمام الساعة 11 ليلا، خلفت إلى جانب مقتل الشقيقين 5 جرحى. الأول مش معروف قصدي وين طاح ونشبع في الغبرة، بس يعني في المنطقة دي كلها. بعدها بشوية سمعنا صوت صواريخ، لكن صوته مش زي اللي هنا طاحوا. بعد شوية اعتبروا، بعدها بشوية جينا الشارع ولقيناهم الحالة اللي طاحت هنا والراجل اللي توفى في الشارع ذاك الله يرحمه. ومن قشع ظلام الليل حتى أصبح أهل المنطقة على مصيبة فقدان من كانوا لهم أنسا وجيران، دمار وهلاك بالممتلكات والمقتنيات، فلم يسلم من قذائف المعتدي على عروس البحر لا البشر ولا الحجر. حالة من الذعر بين الأطفال والشياب خلفها هذا القصف بعد أن دخلوا إلى منازلهم أمنين في الهضبة البدري التي لا زالت شوارعها وأزقتها تشهد على سيل دماء المدنيين الأبرياء الذين لجأ بعضهم إلى النزوح عن داره بسبب هذه القذائف التي يطلقها من انكسرت ترسنته العسكرية على أسوار عروس البحر. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن في الجزء الثاني يستمر معنا السيد فتحي بوزخار وكذلك السيد محمد بار عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، وفي هذه اللحظات عبر الهاتف أمين الهاشمي المستشار الإعلامي لوزارة الصحة. أمين، بداية دعني أسألك بالنسبة للحصيلة النهائية للقصف العشوائي الذي طال كما هي العادة العاصمة طرابلس في مختلف مناطقها، كم حتى اللحظة؟
نعم أخي الكريم، بداية أحييك وأحيي مشاهدي قناة ليبيا بانوراما وأيضا ضيوفك الكرام. للأسف الحصيلة النهائية التي سجلناها اليوم الأمس بمنطقة الهضبة البدري لدينا شهيدين مدنيين مواطنين راحا ضحية هذا الاستهداف، وأيضا لدينا 5 من الجرحى كانت بفضل الله جرحهم طفيفة لم تكن خطيرة. سجلنا خلال هذه الأيام فقط خلال فبراير ونهاية الشهر الماضي سجلنا 11 للأسف مواطن ليبي قضى خلال هذه الاستهدافات العشوائية التي طالت أحياء متفرقة بالعاصمة في طرابلس. تعامل وزارة الصحة مع استمرار بالتأكيد هذا القصف، وبالتالي هي لربما تكون حتى حالة طوارئ غير معلنة، لم تكن معلنة ما هذا أساسا، كيف تتعامل مع هذا الوسط أي وزارة الصحة؟ يوميا هناك قصف عشوائي، بالتالي هناك يوميا للأسف لربما مصابين وفي أسوأ الحالة يكونون ضحايا. للأسف أخي الكريم لا أخفيك سرا أن العمل في هذه الظروف صعب جدا جدا. أكلمك فقط قبل يوم واحد عندما تساقطت مجموعة من القذائف على أحياء سكنية بمنطقة طريق الشوك، توجه فريق الإسعاف والطوارئ عندما وصل إلى عين المكان لإجلاء العالقين وإنقاذ المصابين. الفريق نفسه تعرض لقوادف عشوائية وتعرض للقصف، اضطره للرجوع من عين المكان، ثم دخل رجال الطب الميداني وفعلا جازفوا بحياتهم وعرضوا أنفسهم للخطر لإنقاذ غيرهم. العمل في من بداية إبريل الماضي كان عمل صعب وشاق جدا جدا. صحيح جميع المستشفيات تشتغل، ولكن العائق الكبير على المستشفيات الميدانية، على وحدات الإسعاف المتفرقة التي أصبحت للأسف أيضا من الأهداف المشروعة لدى الطرف المهاجم للعاصمة طرابلس. سجلنا من بادي إبريل الماضي أكثر من 50 اعتداء على الأطقم الطبية والأطقم المساعدة. حتى في عالم الأرقام ومن بعد مرور بالتأكيد 10 أشهر كاملة مكتملة ويزيد يوم الآن على العدوان الذي يشن خليفة حفتر على مدنية الدولة بشكل كامل وليس على عاصمة طرابلس فقط، بالنسبة للمدنيين ما الحصيلة إن كانت موجودة إن كانت تسجل من قبل وزارة الصحة؟ أنتم تسجلونها بالتأكيد. بالنسبة للحصيلة التي تتعلق بالمدنيين سواء الذين قضوا في مناطق الاشتباك أو المناطق البعيدة، فالطب الميداني والدعم فهو المخول الأول لإخراج هذه الإحصائيات، فلربما ترجعون للطب الميداني لأخذ الإحصائيات الدقيقة من بادي إبريل، لأن تعلمون الرقعة الجغرافية التي تدار بها الحرب كبيرة جدا، السجلات ضخمة للأسف. هنا لعلي فقط أستغل الفرصة، هناك مسؤول الغرفة المركزية بوزارة الصحة قال لي بالحرف الواحد بأنهم دونوا من المدنيين في هذه الحرب على العاصمة أكثر مما دون في حرب 2011 التي تحرك العالم أجمع من أجلها. فتخيلوا بأن في 10 أشهر هذه سجل أكثر من سنة قبل 8 أو 9 سنوات ماضية في حرب الثورة أخي الكريم. طيب هو حتى نتساءل مؤخرا وزارة الصحة لازالت حتى هذه اللحظة تقوم بتحويل المستندات لربما من ناحية الأماكن التي تم استهدافها، كيفية الاستهداف، عدد الإصابات والضحايا وما إلى ذلك، حتى تقام بها قضايا لربما مستقبلا على أقل تقدير حتى داخليا إن لم نقل خارجيا يستند بها هذه التقارير، عملية التحويل تتم بشكل رسمي، وكذلك وزارة العدل خصوصا هناك تواصل بين الوزارتين أي الصحة والعدل؟ نعم بالنسبة للصحة خصوصا وزارة الخارجية جميع الانتهاكات التي سجلت ودونت سواء من الوزارة كديوان وأيضا من الأجهزة العاملة التابعة للوزارة من الطب الميداني والإسعاف والطوارئ، تمد وزارة الخارجية لتوصل هذه المستندات وهذه البيانات. هناك أيضا حتى المبعوث الدائم في لدى ليبيا أو لدى الأمم المتحدة التابع لليبيا أيضا عرض مجموعة من الانتهاكات على المحافل الدولية، المنظمات الدولية تباعا تصل لها هذه المستندات وهذه الانتهاكات. لكن في كل مرة وفي كل مداخلة عندما نسأل هذا السؤال نقول للأسف أن الأمر يبقى فقط محط إدانة واستهجان من العالم ومن كل مهتم أو يدعي الاهتمام بالشأن الليبي من المنظمات العالمية أو من الأمم المتحدة. واضح. أمين الهاشمي المستشار الإعلامي لوزارة الصحة كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. سيد فتحي
حتى وزارة الصحة على لسان أمين الهاشمي تقول أن هذه المستندات وهذه القضايا بالنسبة لانتهاكات جرائم الحرب لن نتحدث خارجيا، سنتحدث داخليا. هناك مسارات قضايا تمر بشكل صحيح لتجريم الجناة على أقل تقدير في وقت من الأوقات حتى مستقبلا؟ هو بالطبع يفترض أهم شيء في هذه في هذا الشأن أن يتم تسجيل هذه الوقائع، وبالطبع بالذات مع الأمم المتحدة عندها فريق المفروض يعني يتم استدعائه بحيث أنه هو يوثق هذه الحالات. هذا أهم شيء التوثيق. مسألة بالطبع بعدين رفع القضايا هذا بالطبع، والدكتور محمد بارا موجود معنا يعرف الأمور هدية، فهذه مسألة حتى هي مهمة تتوثق وتقام دعاوى يعني من 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 هؤلاء الناس يعني للضحايا يعني ضد قوات حفتر وضد ميليشيات حفتر تحديدا. لكن يعني نحب نقول شيء يعني في هذا الشأن، الواضح أن حفتر وميليشياته هم الآن يصنعون الرعب في 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 في, في طرابلس، وكأنه يعني يستدل بالدكتاتور فرانشيسكو فرانكو، هذا الدكتاتور الذي اقتحم مدريد، اقتحم إسبانيا ودخل عاصمة مدريد وهو يصنع الرعب، وكان يرفع شعار يقول فيه إن لم تستطع يعني أن تصل إلى الجميع فاصنع الرعب. فكان مع يعني دخول كل مدينة يقتل من أجل أنه يصنع الرعب، والآن حفتر وميليشياته هم يصنعون الرعب في طرابلس، هم يقذفون يعني قذف عشوائي بصواريخ بمدافع الهاوزر وصواريخ جراد، ويعني كله لصناعة الرعب. ف يعني الان الجرائم للاسف العالم الان يعني حتى مع اتفاقيات جنيف الاربعه اللي هي تتكلم على قصه جرائم الحرب موجوده، التطهير قصدي العرقي موجود في في في, في صار في مرزق، الجرائم ضد الإنسانية موجودة تتكرر كل يوم. فالمسألة يعني هناك يعني خذلان الصراحة، لأن هذه الاتفاقيات وكأنها باتت حبر على ورق، وكأنه العالم أنا أقول أنه وصل إلى ما بعد النفعية، يعني ما عادش يعني العالم كان يحاول أنه يعني يبرر يعني تحقيق مصالحه بالقانون ويحاول أن تكون قانونية، الآن ما عاد شيء حتى القانون يعني بكل أسف. فأنا حبيت بس يعني صراحة يعني لمح لهذه الأمور، ويبقى كما ذكرت يعني مهم جدا التوثيق. واضح. سيد برد يعني أسألك، مسألة اللوم تقع على العاتق المحلي الذي لا يتابع نصوص القضايا أو لا يتابع التجريم مقترفي هذه الجرائم داخليا، أم اللوم أساسا على العالم الخارجي الذي يتشذق كثيرا بحقوق الإنسان ولكنه لا يراعيها على أقل تقدير في ليبيا من ناحية تجريم من ارتكبوها؟ هو طبعا يعني في ملاحظة، يعني الموضوع اللي حضرتك تناولته في الجزء الأول هو مرتبط بالجزء الثاني، يعني فيه علاقة وقف إطلاق النار وفي المساس بسلامة المدنيين. طبعا معروف يعني احنا من شهر أبريل النازحين بالألاف، القتلى، الجرحى، يبدو لي ان طبعا لو نظرنا نظرة دولية، يعني مجلس الأمن في 2011 بسرعة أصدر القرارات وبسرعة صدرت أوامر إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية بحجة يعني صحيحة وغير صحيحة في ذلك الوقت، وهي حماية المدنيين. يبدو لي نفس المبررات اللي هي حاليا أكثر وضوحا منه في 2011، أكثر وضوحا يعني في مدنيين قتلوا في نفس الأفعال، ومع ذلك مجلس الأمن مازال كما هو معروف يعني لا يوجد قرار حاسم في من أجل حماية المدنيين.
بالنسبة للمتهمين أمام محكمة الجناية الدولية، طبعا المدعي العام وقف عند ذلك التاريخ، لم يصدر بعد ذلك أي قرار باستثناء محمود الورفلي أو قرار أو اثنين تانيين قليل الأهمية. فبالتالي يبدو لي أن السياسة على المستوى الدولي تسيطر حتى على الادعاء في محكمة الجناية الدولية، بدليل توقفت تماما عن الجرائم حاليا بصورة أكثر وضوحا مما كان في 2001. بس ألا يمكن أن يكون التقصير الدولي مرتهن أساسا بتقصير داخلي لربما في متابعة القضايا وفي إنشاء القضايا في حد ذاتها؟ على أقل تقدير، على أقل تقدير المجتمع الدولي، هناك من يقول أو القائل، هناك من يقول أن المجتمع الدولي أصدر مذكرة إيقاف وتحقيق واستجلاب لمحمود الورفلي في يوم من الأيام لولا الطرف المحلي خليفة حفتر الذي رفض تسليم محمود. إذن مقترن هذا بذاك، لدى البعض يقولون أنا في عدم تجريم من يقومون بالانتهاكات هذه المرة هو عدم الذهاب بشكل سليم والمتابعة بشكل دقيق لنصوص القضايا التي ترفع بين الفين والأخرى لربما من هذا أو من ذاك أو من تلك المنظمة أو من تلك المنظمة أمام المجتمع الدولي اللون داخليا. لا، هو الحقيقة يعني بالنسبة لمحمود الورفلي يعني عدد القتلى تجاوز كل العقل وبالتالي كل المنطق، يعني 33 قتيل اللي هم موثقين. فبالتالي ربما المدعية العامة وجدت أنه يعني أمام المجتمع الدولي لابد أن تظهر بمظهر على الأقل لائق. وعموما هو القرار لم تكن له فعالية، يعني حتى صدر أمر القبض ولكنه ما زال يمارس في مهامه وحصل على ترقية كما ذكرت هي شخصيا. فبالتالي السياسة يعني لها دور، مع أن طبعا احنا لما نقوله ان جيش نظامي مفروض يكون في نظام، مفروض المتهمين بجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب ما ينتموش الى هذه المؤسسات، ولكنه معروف ان في ليبيا كل الامور معروفه كيف تسير. اذا ما انتقلنا، هذا بالنسبه للمجتمع الدولي. قضيه المجتمع الدولي يعني كما ذكرت حتى بالنسبه للانسانيه يعني تقف عند حد المساعدات، والصليب الاحمر يوزع المساعدات وانتهى دورهم، يعني هذا هو دور المجتمع الدولي. أما بالنسبة لملاحقة المتهمين وتعويض الناس ومساعدتهم في تعويض الضرر، مساعدتهم أيضا ماديا ونفسيا، يعني في الناس في حاجة لمساعدة حتى نفسية، يعني مثلا في مناطق لما يكون بجنبك القصف ليل ونهار، يعني هذو الأطفال في حاجة إلى مساعدة نفسية أكثر منها في حاجة إلى مساعدة مالية. فبالتالي دور المجتمع الدولي لم نشاهده في ليبيا إلا في توزيع بعض السلات كما يقال، السلات الغذائية، لكن المساعدات النفسية لا توجد. بالنسبة للداخل الليبي، طبعا بالنسبة للداخل الليبي يعني أنت الوضع في سوريا قدامك، يعني أمامك، عندما يكون الشخص الحاكم هو الذي يرتكب الجرائم من الصعب أنك أنت في دولة تلاحقه. فبالتالي يعني أنت لا تستطيع أن تقول أن مثلا لوكيل نيابة في موجود في مدينة بنغازي أو موجود في مدينة جدابية أنه يتهم حد من الجيش، يعني بعد ذلك سينتهي. أو نفس الشيء ربما يعني بعض الأشخاص يرتكبوا حتى جرائم ربما في الغرب لا تستطيع أن تلاحقهم. فبالتالي القضاء دائما البيئة متاعها هي بيئة الاستقرار وبيئة الأمن والأمان وبيئة القانون وبيئة تنفيذ الأوامر. هذه يبدو لي في كل ليبيا حقيقة من الصعب جدا. فالجو الموجود حاليا يعني من الصعب فيه ملاحقة المتهمين أو المجرمين. ولكن أنا فعلا مع التوثيق، دائما ندعو إليه، التوثيق يعني للتاريخ، هذه أولا، التاريخ هو مهم جدا. وحتى المستقبل يعني ربما يعني بالتأكيد في ليبيا يعني لن نرى مستقبل قريب أن يكون في دولة قانون ودولة مؤسسات، ويعني بالمنظور الحالي اللي موجود ليس قريب هذا الأمر، ولكن حتى البعيد دائما في أمل يعني. فبالتالي التوثيق مهم جدا، خصوصا وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، واضح في هذه الفكرة. سيد فتحي، دعني أسألك حتى في مسارات نهائية بعيدا عن القضاء والأمور القانونية، في الأمور الإنسانية، ما الواجب الآن أو ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة في ظل وضع ومعترك سياسي مرتهن أو متخبط بشكل كبير، وكذلك عسكري متخبط بشكل كبير من 10 أشهر، في ظل هكذا وضع ما الذي يمكن أن تقدمه الآن الحكومة خصوصا من خلال ذراعها وهي لجنة الأزمة المشكلة خصوصا لهذا الأمر؟ هو يعني هي في حالة حرب، الحكومة المفروض هي حكومة حرب أصلا، ويعني ما يحدث بالنسبة للمدنيين من تهجير
يعني المفروض يكون فيه يعني تهيئة امكنة بدائل عن 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 سكنهم. كما ذكر الدكتور بارا ان مسألة يعني هؤلاء الـ 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 الاطفال والنساء والشيوخ والكهل هذو كلهم يعيشوا حالات نفسية يعني نتيجة الرعب الذي يمارسه هذا المعتوه، فيحتاج الى تاهيل ودعم نفسي. ف يعني مهم جدا ان 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 تكون هناك طواقم طبيه، لا يعني لا يقتصر الجرح يعني على موضوع الجرحى والمصابين في 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 هذه الحرب، ولكن هناك يعني شق نفسي مهم جدا. وظهرت تقارير يعني منظمه الصحه الدوليه تقول بان يعني في 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 امراض نفسيه منتشره في 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 ليبيا نتيجه هذا الرعب الذي يصنعه هذا المعتوه في 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 في, في طرابلس. وفي ليبيا اجمالا يعني ما ننساش ان هناك يعني ما حصل في 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 بنغازي وفي درنا وفي مرزق وفي يعني فالموضوع يعني يعني مع تفكير في ايجاد البدائل للمساكن التي هجروا منها و يعني فرض عليهم تركها، كذلك الدعم النفسي. وهذا بالطبع زي ما ذكرت يعني يحتاج حتى هو يعني وزارة الصحة أنها هي فعلا يعني تركز على هذا الجانب، والذي هو يعني دائما نحن في ليبيا يعني ربما قصة المعالجة النفسية تعتبر نوع من يعني فيها من ناحية اجتماعية لا يتم قبولها بسهولة، يعني أنها تقول أن فلان يحتاج إلى معالج نفسي يعني. فهذا الموضوع يعني فعلا يحتاج إلى تركيز كبير يعني. واضح. الباحث الحقوقي بالمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية وكذلك المستقبلية السيد فتحي أبو زخار، أشكرك لتواجدك هنا بتأكيد معنا في الاستوديو. كذلك الخبير القانوني السيد محمد بارا كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، والأكاديمي بتأكيد كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، الشكر أولا وأخيرا لكم أنتم على طيب وكرم المتابعة دائما. إلى اللقاء.